كويس جدا ان الاهالي يتصدوا اول ما يلاقوا انه في المنطقه عندهم امتلأت بالمخدرات بشكل كبير. الوعي الشعبي عند الناس يبتدي يتجمعوا ويقولوا لا احنا هنتصدى لهذه الظاهره. صحيح هم بيستغيثوا بنا، المنطقه كمبره في الجيزه مخدرات عيني عينك يعني. اتمنى طبعا المسألة بس مش جهد أمني، لا كمان جهد مجتمعي، يعني إن الناس نفسها لما تشوف ده بينتشر بهذا الشكل تتصدى له. وأنا واثق إنه بعد اللي هنزيعه ده هنلاقي فيه الأجهزة الأمن بما فيها كمان دور المحافظة، لأنه في دور اجتماعي في ده. كيف يمكن أن نحمي الناس من خطر المخدرات لما الناس تشوفه بينتشر في أحيائهم بهذا الشكل العلني والواضح؟ كمبره بلد المخدرات، يعني ايه؟ البيع بالنهار، بقينا البطنيه. حالة من الغضب سيطرت على أهالي قرية كومبورا التابعة لمحافظة الجيزة بعد انتشار تجارة المخدرات فيها جهرا، وتوافد المتعاطون عليها من المناطق المحيطة، وتحولت من منطقة سكنية إلى وكر للمخدرات. هنا على طريق المنصورية، هنا اهوت، وعلى طريق البراجيل موجودين، هم في كل مكان بالليل وبالنهار. المستويات اللي احنا بنشوفها بتيجي تشتري كل الفئات، بعربيات أغنية، فقراء، ناس بتكاتب، ناس صغير، شباب صغير. واحد حاطط رف زي السلع بتاعت الناس اللي بيعرضوها في الدواليب بتاعت السوبر ماركت والحاجة زي كده، عشان كل واحد ينقي بضاعته منها. بيبيعوا بودرة عند كوبري البحر اهو، بعد قرية كومبيرة. ايه اللي بيحصل او حضرتك بتشوفي ايه؟ احنا بنشوف مناظر رهيبه، هم بيتعاطوا وهم طالعين وهم جايبين المخدرات بتاعتهم. ابني الصغير ده اللي داخل خمسه سته ابتدائي بيعرف ان البلد دي بقت وكر للمخدرات. ايه الانطباع اللي هيسوده؟ لما يجي بعد كده النهارده معوش فلوس يجيب مخدرات هيعمل ايه؟ هيسرق عشان يجيب فلوس، شرب ومبقاش في وعيه هيتحرش، معوش فلوس هيقتل، هيسرق. طب احنا كاهالي هنعمل ايه؟ نروح نحارب الناس دي؟ ان هم ناس مش ظاهرين للناس العاديين، وليهم اكيد طبيعه خاصه في التعامل مع الناس زباينهم، وفي اسلوب انا ما اقدرش ارصده كرئيس مدينه، انا ما اقدرش ارصده. ولاد، بنات، عربيات، بصي مش هقدر اقول لك على المناظر وايه بقى، وكلهم بيدوا بعض، كل واحد بيدي التاني، تعاطي، تعاطي في الشارع الجهرة نهارا كده قدام الناس. شغالين 24 ساعه بالنهار وبالليل والصبح والظهر والمغرب، في وقت كل وقت. جايب عربيتي مره من طريق البراجيل، فجأة واحد وقفني عايز مورفين، عايز ماكس، والله العظيم. الساعة كام؟ 11 الظهر. يا فندم مش بيبيعوا ويشتروا، ده احنا بنشوفهم وهم بيحطوا، هم بيحطوا الحقنة هنا ويحط لي هنا، مش عارف كل ده قدام الناس. هو ما بيقولش عاوز سرنجة، هو بيحكي قصة كده في الآخر إن هو من الآخر عاوز فيها سرنجة. تبص تلاقي التكاتك وعربيات ملاك وعربيات نقل وكل حاجة، حاجة يعني بقت منتشرة. يعني أقول لك إيه؟ تعريف في منتهى الخطورة يعني. بشكر بسنت الباجوري وبسمة فرح على هذا التقرير، لأنه الوضع ده طبعا شوفوا حالة الغضب عند الناس، لأنه حالة خوف على الشباب، وكمان أنه المنطقة تتحول إلى منطقة بيع ويأتي إليها من كل الطبقات. يعني وبيقول لك يأتي الأغنياء ويأتي أصحاب التكاتك. أنا واثق أنه وزارة الداخلية هتهتم جدا بعد ما تشوف هذا التقرير، لأن كمان وانت بتواجه الإرهاب المخدرات كمان لا تقل خطرا، بالعكس هو بيحاول أنه يغتال شبابنا بكل الوسائل، برصاص الإرهاب وبسموم المخدرات، ويجب أن نتصدى لها. وبعد ما الحالة الأمنية رجعت بشكل قوي جدا
علينا ان احنا نتعامل مع هذه القضايا كويس جدا، ان يبقى الاهالي عندهم الوعي ده انه يقولوا لا احنا مش هنسمح. هم بيقولوا هنعمل ايه؟ طبعا فسلطنا الضوء على استغاثاتهم. هنا محتاجين قبضة أمنية، محتاجين كمان دور اجتماعي في التعامل مع قضايا من هذا النوع، لأن في شباب ضايع وضاع وهنا ما سيبوش، يعني مش العامل الأمني فقط، لا كمان أشوف العامل الاجتماعي والعامل النفسي كيف يمكن أن نتعامل معهم. هو الهدف هو تحطيم الشباب وصغار السن بهذا الشكل. أثق في أنه بعد هذا التقرير هيحدث تدخل سريع زي ما حصل في بعض القضايا اللي ناقشناها. في